بنات شوفوا هسه وصلت لهاي المرحلة، يعني الحمد لله خلصنا الصدر هم خلاص عندي. هسه ايش عندي؟ بقى عندي راح اربط التنورة مالت النفنوف، اكملها طبعا ابدي من النص من هنا وابدي اخيط وارجع النوب اكمل منه وارجع اخيط. ظلوا وياي بنات، هسه راح اجي اربط التنورة مثل ما قلت لكم. اجي للوسط، انا طبعا مسويه منيشنت الوسط بهالصورة هاي، اجي اخليه على صفحة الوسط وعلى قد اصبع ابدي اخذ. زين هاي الكسرات انامها بهالصورة، لان انا اصلا رايدتها هيجي يعني نايمات. عيني هسه انا صممت الردين بهالصورة هاي، هيجي خليتها بالوسط لان هي مفتوحة من النص. فقسمت الثانية، حضرت الثانية فتحتها من الوسط، وهذا شريط قد اصبعتين راح اطوي بهالصورة هاي وادخله بين الردين. زين على مود يطلع عندي فالتصميم مرتب، لان هو ترى النفنوف ايش قد ما يصير بسيط كل ايش قد ما يصير مرتب وحلو، يعني هو مو مثل دشداشة وصممينها انت، لا النفنوف دائما لازم يكون فصاله بسيط. اول ما اجي اطويه اخذت صفحه واحده هذا الوجه وهاي علي اخليها. زين بنات بهالصوره هاي انا راح اطوي وابدي اخيط على الحافه. هيك اطبقها، اطبق وامشي شويه شويه على مود تسيطرون. لحد ما اوصل للنهايه اجي هسه معدي هذا الوجه وهذا اللي خيطت عليه، راح اجيب الوجه الثاني هذا اخليه فوقه. زين وانتبه كون انا طابقتهم سوية. زين هيك بنات لحد ما اخلص الردين راح اصير عندي هم هي فيكه وهم هي مرتبه. اذا تردون الردن يعني ما تطلع وحده مفتوحه وحده مسدوده، تفصلون الردن اول بدايه تطلعونها بالقماش وبعدين تفصلون الباقي. شوفوا بنات هاي صارت عندي الردن مثل ما ردتها اني. زين هذا الزايد قصه. زين هسه اجي اكفها. حتى اجهز الردن اجي رأسه ثاني ابدي اربط ما يصير عندي اشكال. ثاني خلصت الردين، كملت عندي الردين. بنات انا حضرت هيجي الحلقات مالت الحزام، طبعا حضرت بس اثنين افوت بيها الحزام، وهسه هم راح اقص لكم الحزام واشوفكم اياه، وراح اشوفكم البدن ورا ما خلصت من الربط مالتي. طبعا انا صورت لكم اياه الفيديو وشوفتكم اياه شلون ربطت اول بدايه الصدر والنوب، سويت والنوب سويته بدون تصوير الظهر لان ما يحتاج، يعني صارت مفهومه. خلصت هسه الردين وراح ابدي اسوي لكم الحزام واشوفكم شلون طريقه الحزام. راح نقصه حزام هو من نفس الكيبور هذا اللماع. يلا بنات ضلوا وياي.
حطيت هسه هاي عندي قطعة مات الكيبورد، طبعا انا طابقتها، راح اعطيكم قياساتها. هذا الوجه مالتها، راح اعطيكم القياسات مال عرض الحزام اللي راح اخذه وايش قد الطول وايش قد العرض. بالنسبه للطول هسه انا طابقته، بالنسبه للطول هسه انا طابقته الطول مالت القطعه وهي مطبوقه 169. زين، يعني لما اطبقها يطلع قياسها اضاعفها، لان انا تطابقت الطول مالتها 137. زين، نصها يعني وهي مطبوقة 69. زين، العرض اللي راح اخذه قد كف، زين العرض اللي راح اخذه قد 10 سنتيم. زين بنات، قد 10 سنتيم العرض اللي راح اخذه. هسه راح اجي اقيس 10 سنتيم وابدي اقص. زين، اقيس 10 سنتيم وابدي اقص. اظل على مستوى 10 سنتيم. زين، هذا الحزام. هسه ايش راح اجي؟ راح اجي اخليه من الاطراف. زين، هذا طبعا هي طبقه واحده. زين، انا راح اجي اسوي طبقتين، انا اريد هذا العرض. زين، راح يروح اصبع منه واصبع منه، اللي راح يظل عندي هذا هو. زين، يعني قد 8 سنتيم، هو 10 يروح من عند 2 يبقى قد 8 سنتيم. راح اقصه بقدها بعد وحدة على مود من اطبقها خيطة يعني شوية يصير ثخين الحزام. سويت لي طبقتين من عندي، هاي طبقة وهاي طبقة، يعني وطابقتهم سوية. راح اجي هذا كله انا اريده مستوى عدل. ايش راح اجي؟ اجي للقماش من الطرف، راح اسوي بهالصورة هاي. زين، انا رايته بهالصورة هاي، يصير كأنما احزام الحاضر نفس الشيء. زين، لما اخيطه اقوسه بهالصورة هاي راح يقعد عندي مرتب. زين، هسه هذا هيك خلص عندي الحزام، ومحضرة هذا البيت مالت الحزام. اجي اخيطه منه اصبع ومنه اصبع، فراح يظل عندي قد 8 سنتيم. راح نخلص من هاي. هسه راح اجي اربط الردين على الكتف. طبعا اتاكد قبل لا ابدي اربط، اتاكد من الكتف انه يكون القياس مالته تمام. شوف، ربطته هسه اني هاي الكسرات مالت الظهر وهذا القدام، صار عندي بهالصورة هاي شكله حلو مرتب. زين، وربطت الخصر مالته همينه مثل ما علمتكم، نبدي من الوسط او البدايه. هسه راح اجي اقيس الكتف مالته، الكتف مالته اخلي به اصبع زياده. انا دائما من اريد اقيس 4 واصبعتين، وهذا الاصبع للخياط وهذا هم نفس الحاله. هسه راح اجي اربط ردن راسته. هسه انا اول ما ثبتت الركن بالوسط مالت الردن على الوسط مالت الكتف. زين، هسه راح ارجع على الصفحة الثانية همينة اثبت الردن بهالصورة هاي.
عندي خلصت الردين، هاي الردين انتهت خلصنا من يمها. هسه راح اجي اقلب اربط الجوانب. اطبق الردين هيجي بصورة عدلة. اخذ قياس المعصم مالتها، طبعا هو لازم شوية اسوي ضيق لان مالت طلعة زين. راح اخذه قد 10 سنتيم او 12 سنتيم اذا ما تحب اضيق. طبعا انا امشي واعدل الردين، لما اوصل للاباط اعدل الاباط زين. هسه انا اعدل اليمي. شوفوا بنات وصلت للاكتاف، العفو للابط، اجي اعدل الابط على الابط بهالصوره هاي، هيك اعدل الابط على الابط. طبعا من طلع عندي بزيادة عادي بعدين اقصه، اهم شيء اني يعني القياس مالته يجي عدل. اثبت المدام عدلات. اول ما ابدي اخصر وبعدين لما انزل ابدي شوية شوية اقلل المسافة زين. ثاني عندي خلصت هاي الصفحة، راح اجي للصفحة الثانية. الصفحة الثانية هم نفس الحالة، اول ما اجي اوقف اجي اقيس على الردين هذيك اللي خيطته، هذا الحد مالتها نفس المكان اللي ميشنته. هم امشي عدل زين، اعدل وامشي. اجي اعدل الابط على الابط حتى ما يجي عندي صفحة وصفحة. ألزمها هيجي وأرجع أقوس زين. وصلنا للكمر، هم أوازن الكمر حتى ما يصير عندي صاعد ونازل بهالصورة. شوية شوية أبدي أعدل، ألزمه بشي بهالصورة هاي، ألزم القماش وأبدي أقلل النوب بالمسافة زين. اساوي القماش النوب، ابدي انزل على قد اصبع. هنا انتهت عندي الدشداشة. بنات مثل ما قاعد تشوفون طبقت اني الابط على الابط والاركان كليتها مساوية لحد ما انزل به اللي جوه. شوفوا بنات صار كلوشة طبعا حلو ومرتب كلش حلو. هسه راح اجي اقيس على دشداشتها الطول، وراح اجي اخلي به طول اصبعتين زيادة. طبعا اذا هو يعني منفنوف ما طلع لازم شوية تخلين به طول، لان طبعا تكرمون حذاء شي فما يصير، لازم شوية طويل. وش اسمه، واضيف اصبعتين للكفة هم يعني، وراح اشوفكم هم شلون راح اقص الكفة وشلون راح اكفها. الدشداشة مالتها فوقها اضيف اصبعتين طبعا للطول قلت لكم، واصبعتين زيادة للكفة، يعني اللي اقصه قد 3 اصابع. فانا ايش راح اجي، اول ما راح اجي هسه نشوفه هذا عندي الكلوشة شلون صارت مدايرة. طبعا انا بالبداية ما اقوسها بداية الفصال،
اول ما راح اجي اقص اساوي عدل، وبعدين احضر لي الكلوش. زين نقص هاي الثلاث اصابع اللي احنا راح جايين نقصها. زين هسه هاي صارت عدل، اجي احسب فد ثلاث اصابع او اربع اصابع اقوس. زين لان هذا مو كشمير، هذا خافير فما يحب تقويسه هواية، وهو نفنوف ما له طلعه. زين